جينا خويا اليوم حنا باش نحتجوا على هذا الموضوع. لحينتاش هذا الموضوع تيجي للساكنه ديال تاسي كلها، تيجي هذا الظلمه غالي. يعني الانسان عنده، كاين اللي عنده غير بوله تيقول لك اودي انا كاري بيت مع الجيران تجيني 200 درهم او 150 درهم، هذا الشيء راه بزاف للساكنه. اما الناس اللي عندهم طابق سفلي او طابق علوي تيقول لك اودي تجيني 80000 فرانك 90000 فرانك، هاد الشيء راه بزاف. تجي الاداره تدخل لها بحال اليوم حنا دايرين هاد الوقفه، اليوم الجمعه، يعني الجمعه حتى شي حد ما كاين في الاداره. مني تتسول فين هو هذا المسؤول قال لك مشى للجامعه، واش كاينه الجامعه مع ال 10 ونص او ال 11 ونص؟ ما كاين حتى شي حد، الاداره خاويه. نهار الجمعه تيمشوا الناس في حالاتهم نهار الجمعه وتيلاقوها مع السبت والحد، ما تيصبح حتى نهار الاثنين مع 9 ونص تيخدموا حتى للجوج وتيمشوا. يعني التوقيت خاصو يبقى توقيت مستمر، ما يبقاش التوقيت الصيفي اللي كان طربع وشي في حالاته، خاص التوقيت يبقى مستمر. الناس تخدم من 8 للجوج ومن 2 ل6 كما كان، باش الانسان الا جا على شي حاجه ضاره يلقى مع من يهضر. تجي تبغي تدخل ما تتلقى حتى شي حد في الاداره، حتى شي حد. الناس تتوصل ل 12 نهار كلشي تيتفرق تيمشي في حالاته. هادشي دارنا بزاف لهاد الساكنه، هاد الساكنه راه مضروره بزاف. لحيتاش هادشي ما كاينش في المغرب تقريبا كله، هادشي راه كان غير في اسفي وفي سلا وفي طنجه وفي خريبكا. ما يقدروش يديروا هادشي في الدار البيضاء، لحيتاش اللي داروها في الدار البيضاء غادي يطيح فيها الارواح. جينا ديما 8000 7000 تاعت الماء، دوكا هالشهر جاتني 7000 وزياده ديما. وحنا غير جوج الناس كتشعلوا الضو شحال 3000 ريال، ولا كتسقي لها بيسين واش كندير به؟ هذه 3 شهور كتجي لك هالشهر تجمع شهرين خلص 24000 اللي خلصها شهرين، ما خدامه ما ردامه. كيعطوا لي الناس 28000 ريال خلص 24 4000 وانا كلها واش غندير بها؟ وكا جاتني 7000 وزياده في هالشهر، جاتني 7000 وزياده واخا كل مره اش غندير بهاد المال ما تجيني 7000 وزياده. ها؟ واخا علاش عاد بولا كطفي بولا؟ علاش عاد بولا كطفي بولا؟ ما كندخلوش حنا الضو، ما كنضيعوش الضو. عندنا ثلاجه، عندنا ثلاجه وعندنا عادي في التلفازه، التلفازه ما كتشعلوهاش كنضرب كاع التليفون ما كتشعلوش التلفازه ما كتشعلوهاش. والماء دوكا كتجينا ديما 7000 8000. ولا ما خلص انا موظفه باقي غايكريز كريز وفين حنايا هي في الفيلا هكا مي جاتني 7000 انا راه هجاله. الحل اخويا هو غيديروا لنا كونتور ديجيتال كما دايرين في الاقاليم الجنوبيه، غيعطينا داك الشيء اكزاكت تمام اللي كاين شحال كنستهلكوا، ماشي يبقاو يقدروا علينا ويحطونا حنا شي تمن خيالي ما استهلكناش. بغينا حنا داك الشيء يكون شفافيه ومصداقيه الفاتوره، ماشي يبداو طالقين علينا كل مره يعطونا شي تمن خيالي. انت عندك بوله يعطوك 7000 في ثلاثه الشهور هذه، خلص الشهر الاول وثلاثه شهور ما خلصتهمش، دابا فيهم شي 1100 درهم ديال الضو. كانت تجيني في ثلاثه شهور ما كثرت 9000 ريال، دابا ولات تجيني 24 22000 ريال في ثلاثه شهور. انا ماشي في الاستطاعه ديالي باش نخلص انا هذا الضو، كثير بزاف عليا وعلى الساكنه كاع ديال اسفي. انا كنقول على راسي انا بعدا كثير عليا الضو، هذا الشيء راه عيب وحشوم وعار، ما خصش يكون هذا الشيء وما خصناش، هذا الشيء ما خصوش يتكرر. في الدرب فين ساكن انا كاين الناس اللي تجيهم حتى 1000 درهم ديال الضو. وكنتفاجئوا بعد هاد الحمله درناها شي 4 ايام ولا 5 ايام، كنتفاجئوا بعد الساكنه المسفيويه انتم كتشوفوا شحال ما كايناش، ما كاملناش 20 واحد، واش اسف فيها 20 واحد؟ مدينه فيها مليون نسمه وخارجه 20 واحد راه ما يمكنش. حنا كنهضروا بسميه الساكنه المسفيويه اللي متضرره كامله، ماشي غير حنا غنهضروا عليهم، ولكن كنطلبوا من الساكنه المسفيويه الله يرحم الوالدين يولوا يحضروا معانا. وكنهضروا على حتى حق هاد الناس اللي جايين هما كيصوروا فينا، كنهضروا على حق البوليس وعلى حق هذوك خوتنا وحبابنا، حتى هما راه متضررين. واش فهمتي؟ راه ماشي انا غير اللي مضرور، راه ماشي واحد اصاحبي انا، حنا راه ما عندنا، راه لتحت كنخلصوا 6000 ريال 7000 ريال، راه لا يعقل. ثلاثة البولات وثلاجة وما كنت صابون كتخدم غير من سيمانة لسيمانة، غنولوا نخلصوا 40000 فرانك. حنا كنطالبوا بأول حاجة يكون مراقبة العداد ديال الموضة، لأنه ما كاينش مراقبة نهائيا.